أحوال الطقس. أحوال الطقس اليوم تقدم هنا يسر صفاقسي. صباح النور يسر، نهارك طيب. صباح النور نبيلة، مرحبا بك وبكافة المستمعين. أهلا وسهلا بك. كافة المستمعين يستنوا فيك مش عارفوا طقسنا اليوم كيفاش مش يكون. الصباح كانت نسمة باهية، ما كانتش سخونة، بعد كيفاش مش تتطور الحالة الجوية، وهل أنا نستناو أمطار اليوم ولا لا؟ اليوم باش تكون الأمطار ضعيفة ومتفرقة. كنا البارح سجلنا كميات مهمة في ولايات صفاقس والمهدية وسيدي بوزيد. في صفاقس العقيربة كانت الكميات في حدود 40 مليمتر، في الحنشة 38 مليمتر، طهارة 34 مليمتر، مطار صفاقس 25 مليمتر، العامرة 23 مليمتر، الغرابة 23 مليمتر، بقية محطات صفاقس بين 20 و 1 مليمتر. في المهدية في ملول سجلنا 45 مليمتر، في الشابة 18 مليمتر، في هيبة 22 مليمتر، وفي سيدي بوزيد كنا قد سجلنا في بير الحفي 4 مليمتر. اليوم إن شاء الله دونك سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال الغربي، وسحب عبرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع بعض الأمطار كيف ما قلنا ضعيفة ومتفرقة. الريح ستكون قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر سيكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة القصوى ستكون بين 29 و 34 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية، وبين 35 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. اليوم في تونس العاصمة الحرارة القصوى ستكون في حدود 34 درجة، في بنزرت 31 درجة، في تطاوين 36 درجة، قبلي 41 درجة مع ظهور الشيلي، في ولاية الكاف 32 درجة، جندوبة 33 درجة، قفصة 38 درجة. غدوة إن شاء الله سحب محليا كثيفة بالشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة وسحب قليلة ببقية الجهات. الريح ستكون قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر سيكون متموج بخليج جابس ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى ستكون بين 30 و 35 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نهار الخميس إن شاء الله الطقس يكون عامة قليل السحب، الريح ستكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر سيكون عامة متموج ثم قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة ستكون في استقرار. نهار الجمعة باش يتواصل الطقس في استقرار والريح ستكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة ستكون دون تغيير. هذه كل المعطيات بتفاصيلها من عند يسر صفاقسي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نشكرك برشا، نتمنى لك نهار مبروك سعيد، ربي يعينك، في الأمان وبالسلامة.